وين عمي؟ وين معروف؟ ما تعرف هذا السؤال؟ بصرة إن شاء الله شجع المنتخب. رايح أشجع الكويت. اليوم إحنا بنروح العراق وراح نستانس. تجينا رتك تجينا. الغداء بالعراق. إن شاء الله. شنو الغداء؟ إن شاء الله كباب. وبخاطر أجرب فلافل منوتهم. يقولون حلوة. أدري في أكثر من شيء عجيب. بس يمكن كراعين عندهم أعتقد. في المرق مالهم التمن. هم يأكلون كباب. جيمر العراقي. تمن. تم العراق احنا والله احنا نسمع يعني بس انه ما ذقناه يعني. مخلمة بيض ولحم مسكوف حلو مفروض في دهينة دهينة النجفية على طول قيمة. بامية. احلى بامية وين تنوكل؟ بالعراق. بس باميتنا ان شاء الله احلى منهم. حلوة البامية. حلوة والله حلوة. اي اليوم نجربها. ما دولمة. دولمة معروفة. الدولمة ورق عنب. دولمة العراقية معروفة اعتقد. رز وشويه لحم وزبيب او الكبار احلى شيء. او الشاي. او الشاي نتعشى عشا الفوز. جيمر وباتشا ويا بعض حبيبي.